وهاي يا برج الحوت، يا برج المتواضع، يا برج الرائع، يا الحساس. الحساسية هي اللي عم تخليك دائما تشعر بعكر صفوة مزاجك. ليش؟ نبعد عن الحساسية. بس انت انسان ملهم، عندك الهام داخلي كتير كتير قوي، عشان هيك لازم بفصل الخريف تحاول انك تكتر روحانياتك، تعلي طاقتك، لانك انت انسان مميز، عندك سلام داخلي، سلام نفسي، انسجام تام مع مشاعرك ومشاعر الشريك، ان كان حبيب ولا الاهل ولا انسان قريب لإلك. انت انسان دائما مميز، انت انسان دائما او غالبا غالبا بتكون تتحسس من بعض الاشياء، هي لازم تبعد عنها. يعني ما بدنا نقول انك انت انسان حساس من الشغلات التافهه، لا، انت انسان حساس من الاشياء، الردود الكبيره اللي بتحس انه مش انت لإلك هالشغلات، لانه انت طموحك كتير كتير عالي، عندك روحانيات كتير حلوه، ما بتقدر تسيطر على مشاعرك ابدا ابدا ابدا. مشان هيك لازم تدير بالك على صحتك وعافيتك، لازم تدير بالك لو عندك أصدقاء أنت بتحبهم وبتعرفهم فيهم شوية سلبيات وبيأثروا عليك، بعد عنهم هاي الفترة. فصل الخريف ملكك، ملكك أنت وبس، لتدير بالك على صحتك. لازم تهتم دائما بالعصائر الطبيعية، تبعد عن العصائر اللي فيها سكريات كتير. السكر بدنا نحط عليه يوك بحياتنا. لازم تشرب مانجا كتير، عنب كتير، برتقال كله تازة، عصير تفاح كتير كتير، تشرب عصير تفاح. تبعد عن الأكلات الدسمة جدا جدا، عن الأكلات الحلوة كتير تبعد عنها. تناول الفواكه بأنواعها مثل البابايا، البابايا كتير بجنن لإلك، والشمام حيعلي طاقتك وحيحسسك كتير، وحتى ينظف لك الجهاز الهضمي، لأنه البابايا والشمام بينظف الجهاز الهضمي أول بأول. كل خضروات كتير، خصوصا الخضروات اللي بتطبخها على البخار، يعني مثلا بتقدر تجيب الفول تنبته تطبخه على البخار وتاكله، تعمله فول صباحي. تقدر تجيب السبانخ تعصرها تشربها عصير أخضر عند الصبح على الريق. تبعد عن كل شيء مقليات. الشخص اللي بياكل مقليات لازم هذا الشهر يبعد عنه. الحلويات تبعد عنها، الأكلات اللي فيها دهون كتير، الهليون، أنت من الناس اللي بتحب الهليون وبتحب كتير المخبوزات والمعجنات، لازم تبعد عنهم تماما. حاول أنك تهتم بالعصائر الطازجة، حاول أنك تعمل لبن زبادي أو تشرب حليب المعز أو الجمل، كتير حينظف لك صحتك وعافيتك بطريقة مو طبيعية. حاول تهتم بأكل الفواكه والخضروات كتير، وعصير الأشياء الخضراء، السبانغ، البروكلي، كتير عصرهم وشربهم، الكرافت، الكرات، ترى كتير كتير ممتازين لإلك. انت يا برج الحوت انسان كتير اجتماعي ورائع وإيجابي، مشان هيك انا بدي اياك تدير بالك على نفسك بفصل الخريف، لانه ما بدي اياك تنصدم من اشخاص بدال ما تدير بالك على صحتك يسببوا لك حزن وزعل وتتألم، والمرحلة الثانية يصير عندك ضغوطات. خليك ضغوطات عملك بالأشياء اللي أنت بترتاح فيها، ودائما تعلم التنفس العميق. التنفس العميق ممتاز كتير لإلك. الأيام الحلوة والرائعة اللي بتجي معك هو يوم 12 الأشهر، الشهر هذا قصدي، يوم 12 و13 و14 و15، ما شاء الله عندك 4 أيام غير تقريبا الأبراج. الساعة 12 الظهر بتبدأ يوم 12، يوم 12 الساعة 12، الساعة 12 الظهر حتبدأ وحتنتهي يوم 15 الساعة 1:30 الظهر بالليل بإذن الله تعالى. رح تقدر تعمل ماسكات ممتازة لجسمك لوجهك، تقدر تروح التجاعيد،
تقدروا تهتموا بشعركم، بخار لوجهكم، تقدروا تعملوا مغاطس في الحمام مشان تعملوا استرخاء دائم، تقدروا تستعملوا كمان الزيوت لتدليك الجسم، تشربوا زيت الزيتون الصبح كتير كتير حيفيدكم. عندكم يوم 15 إذا ناويين تعملوا أي عملية تجميل أو عندكم أي مشكلة بتكون تعملوا عمليات ناجحة تماماً يوم 15، تقدروا تعملوا الرياضة، الرياضة لإنقاص الوزن وهي سريعة عندك بهالأيام 12 و13 و14 و15، ممتازة جداً، تطهر فيها جسمك، تطلع السموم من جسمك، تمشي على على الشعير، كل التلبينة لمدة 3 أيام أو 4 أيام قد ما بدك، المهم تبعد عن الدسم، عن المقالي، عن السكريات. شوف شو اللي انت بتحبه، لانه كل مولود عن مولود ببرج الحوت بيختلف بطريقه اكله للسكريات، بس كلياتكم واحد لازم تبعدوا عنه تماما عشان تكسبوا صحه طيبه. برج فصل الخريف فصل رائع للتنظيف وابعاد عن الادمانات اللي احنا عايشين فيها. بتمنى لك الصحه والخير يا اجمل برج، انت رائع بتجنن، برج مميز من جد. تميزك انت بتواضعك، بتواضعك والهامك الداخلي، حاول تستمر على هذا الالهام الداخلي وابتعد عن كل شيء شوائب مشان ما تغير الهامك وتواضعك الدائم اللي كل الناس بتحبه فيك، والقادم اجمل باذن الله.